بيمبي امرأة مثلية الجنس ولدت في تركيا ونشأت في ألمانيا، وفي ألمانيا كانت متزوجة من امرأة إلى أن انفصلتا، لكنها عادت إلى تركيا وشركة حياتها الجديدة تركية ألمانية اسمها نوراي. تشعر الاثنتان ببعض الفخر ببلدهما الأم تركيا هنا في مدينة إزمير الساحلية، وتقفان احتراماً عند سماع النشيد الوطني التركي. لكن هل هذا يوضح كيفية عيش الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم في تركيا؟ هنا في تركيا يتم التكتم على هذا الأمر. الناس هنا سواء النساء أو الرجال، المثليات والمثليون، دعني أقول مجتمع الميم، يخشون أيضا تعرضهم للاضطهاد من قبل الحكومة. هناك الكثير من الصمت. في الانتخابات الأخيرة جعلوا هذا الموضوع الأساسي. يا إلهي، لو وصل هذا الحزب الآخر إلى السلطة سوف يشرعون المثلية الجنسية، وهذا ما يجب منعه بأي ثمن. إنهم يريدون وضعنا في السجن. نعم، نحن ملاحقون بالفعل. هذا أمر سيء للغاية، وهذا حقا عار على مثل هذا البلد العظيم. في المجتمع التركي يوجد متدينون ومحافظون وأيضا ممارسون لحريات فردية غير متوافقة بالضرورة مع تقاليد المجتمع المتوارثة، لكن إزمير مدينة أكثر انفتاحا مقارنة بمدن تركية أخرى، وبمبي تحب ذلك، فقد نشأت في عائلة شديدة التدين ولم تكن الأمور سهلة دائما بالنسبة لها. عائلتي من الأناضول من منطقة أنقرة، كان والدي شديد الصرامة. نحن 9 أطفال وأنا أصغرهم، تزوجت في سن 14 ثم انفصلت في سن 17. خرجت إلى العالم الواسع بمفردي لأنني لم أرغب في العيش بهذه الطريقة. كنت دائما عنيدة لأفكاري الخاصة وإحساسي بالحرية. اكتشفت طبعاً مثليتي خلال تلك الفترة. منذ ذلك الحين، أي منذ سن 17، أعيش مع العائلة، لكنني لست من العائلة. لكن كمثلية، لماذا تتحمل بيمبي البقاء في تركيا؟ هذا ما سنعرفه في نهاية هذا الفيديو. حاكم مدينة إزمير يحضر فعاليات نشطاء مجتمع الميم مبرراً ذلك بالأدب والأخلاق، وبيمبي ونوراي تعيشان حياتهما بعيداً عن الأنظار مثل حالهما هنا في بستان اليوسفي هذا. الأخلاق تلعب دوراً قوياً بالفعل هنا، فأردوغان يريد حماية قدسية العائلة، لكن هذه وجهة نظره. لكن داخل جدران الأربعة الأمر مختلف، فهذه هي حياتي الخاصة وأنا لا أخجل منها. بيمبي ونوراي كمثليتين عاشقتين لبعضهما لا تعيشان حياة تقليدية، وهما غير متزوجتين مع رجال، وهذا يجعل نظرة المجتمع إليهما غريبة. من الصعب أن تعيشي بمفردك كامرأة. عليك دائما أن تكوني حذرة، لأن هناك حكما مسبقا، بمعنى أنه لا يمكنك العيش بمفردك، لا يمكنك مصادقة الرجال، لا يمكن أن يزورك صديق في المنزل، فلو لاحظ الجيران ذلك سرعان ما سيتم تصنيفك كمومس. في كثير من الأحيان عندما يأتي السؤال هل تعيشين مع عائلتك، أقول نعم، مع أطفالي مثلا، فقط لأضع الحدود. ليس من الضروري حتى أن تكوني مثلية، فهذا لا يهم، فالمثلية منحرفة. في تركيا قد تفقد المرأة سمعتها بسرعة إذا كانت تحب الاحتفال أو الخروج إلى الحفلات. وها هي بيمبي تحتفل بعيد ميلادها، لكن لماذا تتحمل البقاء في تركيا رغم ما قد تراه إقصاء أو تمييزا في حق المثليات أو النساء غير المتزوجات برجال؟ إزمير مختلفة قليلا طبعا، فبشكل ما يمكنك في عيد ميلادك سماع الأذان والموسيقى وشرب الشمبانيا في نفس الوقت. فهل
ينبغي على المثليات وأفراد مجتمع الميم في المجتمعات المحافظة الالتزام بالبقاء في بيوتهم وداخل جدرانهم الأربعة فيما يتعلق بالإعلان عن حياتهم الجنسية الخاصة، كما قالت نوراي، أم بإمكانهم أيضاً الخروج في مسيرات فخر معلنين عن مثليتهم الجنسية كما في أوروبا الغربية؟ شاركونا التعليقات على تقرير مجلة عين على أوروبا واشتركوا في قناة دي دبليو عربية.